صديقتها أم زوجها؟ ماذا تفضل النساء؟ علاقة الصداقة بين الشباب حلوة ودائما ما تكون قريبة من الأخوة، ونسمع هواية شباب يقولون فلان مو صديقي، هذا أكثر من صديقي، هذا أخوي. بس من مثل تصير أكو مقارنة بين الصديق والزوجة أو الخطيبة أو حتى الحبيبة، فبهالحالة كفة الزوجة أو الشريكة هي الكفة اللي راح تفوز، وكفة الصداقة هي الخاسرة هنا. إذا ننظر للطرف الثاني وهو المرأة، فعلاقة الصداقة بين النساء تختلف اختلاف جذري عن علاقة الصداقة بين الشباب، لأن الشباب مهما قوة العلاقة بينهم يبقى أكو بعض الأنواع من الأسرار مستحيل تطلع أو تنقال، بس السر بالنسبة للنساء من الصعب احتفاظهم به. وهذا مو كلامي، كلام دراسات عديدة تقول أن المرأة لا تستطيع الاحتفاظ بالسر لفترة طويلة. رباط سالفتنا أن النساء من الممكن أن تفضل صديقتها على زوجها في بعض الأمور، على عكس الرجال صعب، أكاد أن أقول مستحيل يفضل صديقه على زوجته بالأسرار والأمور المهمة. خلونا نروح لمقدمات برنامج حرير سارة وسراء ونتعرف على آرائهم بخصوص هذا الموضوع.